بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا في باقة أفكار، النهاردة هنعمل مع بعض فستان لطفلة صغيرة عمرها من سنة لسنتين. الفستان مكون من جزئين، الخامة الأولى هي القماش، الخامة التانية اللي هي الخيط. الأدوات اللي أنا هستخدمها: إبرتين من الكروشيه، إبرة نمرة 10 وإبرة نمرة 2. الخيط اللي أنا هستخدمه هو الكوتون بارلي، لونين، لون موف ولون جنجا. القماش اللي أنا هحتاجه هنا عبارة عن 25 سنتي، يعني ربع متر قماش في عرض 80 سنتي. فعرض 80 سنتي، لو انا قست كده الدائر ده هلاقيه 80 سنتي، تمام. انا بخيطه واقفله في النص وبعمل فيه مرد بسيط قوي اهو، وبركب عليه من تحت كورنيش. الكورنيش ده عرضه اهو بعد الخياطة 7 سنتي، هو كان 9. انا طبعا بتني الحافة هنا على المكنة، ونفس الكلام هنا تانية الكورنيش قبل ما اشتغل عليه. هنا بقى الكورنيشة دي فكرتها ان انا بقى اعمل بعد ما بخيط الجزء ده واقفل الجناب، بروح اعمل كسرة خياطة على المكنة بالشكل ده كده اهو، وخيطها هنا وتديني الشكل ده، وبعدين ابتدي اشتغل على الحافة بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده، تمام. طيب انا بشتغل على القماشة دي ازاي؟ بشتغل بالخيط بتاعي اللي هو الكوتون بارلي ده اهو، بعمل غرزة في الاول خلي بالكو ان الخيط رفيع قوي، هو نفس الكوتون بارلي اللي انا بشتغل بيه على القنفة، وهبتدي ادخل الابرة في القماش، وعشان كده احنا جايبينها رفيعة قوي مقاس نمرة 10. هسحب العين اللي انا عملتها دي من القماش، وابتدي اعمل حشو واعمل سلسلة 1 2، وادخل هنا في القماش تاني بالابرة، واجيب غرزة حشو 1 2 اهو، ادخل في القماش واحرص على ان المسافة تكون متساوية حوالي 0.5 سنتي حشو، واقفل 1 2، وادخل في القماش بالابرة واعمل حشو واعمل بالشكل ده، يشبه غرزة البطانية لو انا عملتها بالابرة الخياطة العادية. يعني ممكن اعمل بده، ممكن اعمل بغرزة البطانية. ده الشكل اللي انا هبتدي الاساس او القاعدة اللي انا هبتدي اشتغل عليها بعد كده. هنا يبقى الابرة دي لازماني في الاول عشان اعمل الصف اللي هو اول صف على القماش، تمام. زي ما انا عملت كده بالظبط اهو، وابتديت اشتغل عليه فوق، تمام. انا هخلص الصف ده وابتدي معاكم اقول لكم هنعمل الشكل تاني ده ازاي، لكن برضو هقول لكم ان الكورنيشة دي اكبر شوية واعرض، عملتها على حافة الكورنيش القماش اللي انا مخيطاه في الجزء ده. هنزل لكم شكلها في صورة واللينك بتاعها عشان تعملوها، تمام. ماشي. بعد ما خلصنا احنا الصف ده كده بالابرة دي، همسك الابرة دي وهقلب الشغل، وهعمل هنا في الاول 10 اعمدة لان دول مرد. بعد كده هعمل الشكل ده، ده بعمله كده اهو، بعمل عمودين كده 1 2 3، واسيب هنا واحدة واعمل في اللي بعدها عمودين 1 2 3، واسيب واحدة اللي بعدها اعمل
عمود اتنين، ده الشكل اللي انا بحصل عليه، وانا هدفي منه ان انا اعمل فيه تدكيك شريط ستان هنا. تمام، هخلص السطر ونبتدي بعد كده. خلصنا احنا الصف الاول ده على الدوران، وبعدين عدلنا الشغل كده. هنعمل هنا العشر اعمدة بتوع المرد فيهم عشرة، بعد كده بمشي اتنين سلسلة، خمس اعمدة، اتنين سلسلة صدف عمودين، اتنين سلسلة خمسة، اتنين سلسلة اتنين، شوف كده مع بعض. دي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. هكذا هاخد واحد، اتنين، واعمل هنا عمودي، واحد، اتنين، وامشي اتنين سلسلة، واللي بعدها هعمل خمسة، واحد، في نفس المكان، ثلاثة، أربعة، خمسة، واحد، اتنين، واللي بعدها هيبقى عمودين. هخلص كده لآخر السطر ونرجع نشوف اللي بعده. خلصنا هنا كده الصف الثاني، هنبتدي الثالث. هنعمل ارتفاع ثلاث سلاسل ولف الشوف، وابتدي اشتغل العشر أعمدة هنا اللي هم بتوع المرد. كل عمود فيه عمود، اهو هبتدي بعد كده هعمل واحد، اتنين، تلاتة، وهسيب اول عمود واعمل هنا تلات اعمدة. دي اول واحد فيه واحد، اللي بعده فيه واحد، اللي بعده فيه واحد، والخمسة الأولين دول أنا بسيب أول عمود وآخر عمود، ثلاثة في المنتصف أعمل فوقيهم ثلاثة كده، واحد، اتنين، وبفتح الصدفة دي اللي فيها عمودين وأعمل واحدة تانية فيها، اتنين، وحمش كده، واحد، اتنين، هسيب أول عمود دي ثلاثة، أول عمود هسيبه، اشتغل في الثلاثة في المنتصف فوقين من ثلاثة، اثنين، ثلاثة، واحد، اثنين، ثلاثة، هعمل في الصدفة دي عمودين، واحد، اثنين، ثلاثة، زي ما قلت الخمسة بعمل ثلاثة في المنتصف بس. دي أول واحد، هكمل كده لآخر الصف. كده احنا ابتدينا الجزء الخلفي من الفستان. الجزء الأمامي احنا هنبتدي نعمل فيه حردة الكتف من هنا ومن هنا علشان نقفل الكتف مع بعض. ما كده هنشتغل على الدوران ده. انا لما قسمت هنا العرض كده بتاع الفستان، هنا قسمته على على ثلاثة، تلت في الأمام من هنا لهنا، وتلت للخلف، والتلت التالت انا قسمته اتنين عشان يبقى هو دوران
الإبط، تمام؟ يعني انت اعملي اي غرزة وقسمي بالشكل ده وهيطلع معاكي المقاس مظبوط. الجزء ده من الكورنيش على الفستان مكون من مرة بعمل عمودين، 3 سلاسل، بعد كده صدفة فيها 4 أعمدة، ده الصف الأول. الصف الثاني بعمل نفس العمودين 3 سلاسل وبعمل هنا الصدفة من 6 أعمدة. الصف الرابع بعمله الصدفة 4 أعمدة، سلسلة 4 أعمدة. آخر صف فيهم أنا اللي بعمله بالخيط الجنجا ده، باخد 1 2 3 وبعمل فوق كل عمود هنا بقى عمود، دي 1 2 3 4 وفي النص هعمل 2 1 2 1 آخر عمود كده، هعمل 1 2 3 وبنزل في الاتنين دول واجيب لفة واقفل الاتنين مع بعض بغرزة حشو كده، تمام. هنكرر تاني، 1 2 3، كل واحد من دول هعمل فيه 1، دول 4 يبقى فيهم 4 أعمدة، أربعة، في النص هعمل 2، بعد كده هعمل 4 الباقيين، واحد اتنين تلاتة، وهقفل هنا وابقى انا كده خلصت السطر ده. ده شكل الكورنيش الصغير.